هو يعني هو في ايه؟ انا مش عارف. انا مراته. فهمني يا مودي. ايه ده؟ هي مدام عبير عبد الله؟ مدام عبير اه مراتي. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا عامله ايه؟ حضرتك انا عايزه افهم في ايه؟ هو طب انا هشرح لك الموضوع ببساطه. هو كان المفروض ان هو هيشرح لك. بصي، هو يشرح لي ايه حضرتك؟ طيب ممكن تتفضلي معايا بس بهدوء بهدوء. استاذ عبد الله ممكن تقعد مع ميشو شويه؟ بعد اذنك خش. مين ميشو ده؟ ابن عبد الله وملك اختي. ابن عبد الله وملك اختك؟ اه وانا ايه يعني بقى؟ ما هو انا هشرح لحضرتك بهدوء والله. بصي، هو استاذ عبد الله لما جيت اقدم لملك، معلش يعني كانت ظروفنا صعبه والله جدا، فهو احنا كنا محتاجين ان احنا يعني نرتاح شويه. والله طب اشرح لحضرتك؟ لا ما تشرحليش حاجه. لو سمحت ماما بعد اذنك. طب مش مش انت عايزاني اشرح لك؟ انا بشرح لك الموقف اهو. ماشي. هو جيت اقدم لها، فعرض عليها انه يجيب لنا الشقه هنا، وقال لنا بس والله اهم حاجه مدام عبير تيجي تعيش معانا واجر لك فوق السطح. مين هيعيش مع مين؟ حضرتك هتيجي تعيشي معانا فوق السطح. انا قصدي اعيش معاك انت واختك. انا ان شاء الله. يا حاجه في ايه يا ست؟ حرام علينا. ايه هو قال ان هو هيطلقك؟ قال ان هو هيعيش معاك. ازاي يعني؟ هو قال لك ان انت حضرتك هتعيشي فوق السطح هنا. سطح ايه؟ جنب عشه الفراخ. ده انت واختك الزباله. طيب هو عرق ليه كده؟ طب ليه الالفاظ؟ الفاظ ايه؟ ثواني ممكن ترتاحي بس وتنزلي. ارتاحي ايه؟ انت عبيط ولا ايه؟ والله ملك هتشيلك فوق راسك. الزباله مين وام ملك مين؟ ملك ام ميشو. انا مالي انا يا جماعه؟ معلش مدام عبير اتفضلي معايا. بص احنا هنبعد عنهم عشان نتكلم مع بعض بهدوء. انا عارف ان انت ست عاقله والله. هو شرح لي ان حضرتك عندك مرض القلب. قيصري وجع في ايدك وفي بطنك وفيها وبعدين انت مش راضيه تيجي. يا هولا اهدى وليا في ايه؟ لا 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 لحظه واحده دي طره ملك، ما ينفعش نتكلم معاها بالاسلوب ده. تحبي تشوفيه؟ بس يا حاجه ممكن تهدي شويه؟ يا حاجه يا ماما ما ينفعش نغلط في دورة ملك. طيب دورة ايه؟ ممكن بس دورة ايه؟ طب تعالى بس بالراحة. لا 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 بالراحة. اوعي ايدك اوعي ايدك، انت مرة رجالية. انا مرة رجالية. اوعي ايدك، لازم اتجوز عليكي. يا قبلتي عبير ما ينفعش كده. قبلتي عبير اهدي. يا قبلتي في ايه؟ ممكن تهدي شوية؟ لا هي اتجوزته انتوا على سنة الله ورسوله. بص يا مدام عبير، احنا نهدى ونصلي على النبي والله كل حاجة هتتحل. ايه اللي كل حاجة اللي انت عايزاها هيحصل. هات انا عايزك تهدي بس عشان السكر والضغط. السكر والضغط هيعلوا عليك. السكر والمرارة جات لي لما شفتهم. معلش حقك عليا. هتجيب لي جوزي. طبعا بصي، وهو عم عبد الله والله قال ان هو يقعد. مش هتجيب جوزي. انت قلتي الجوازة الرابعة الملك. رابعة الملك؟ ايوه انت عايزة تدخلي حياتك. شفتها قالت لك جوزي. لا هو ده. هو ده؟ يا ولية لا لا يا مدام عبير يا حاجة عبير ما ينفعش كده. طب ايه يا حاجة؟ طب معلش وحدي الله وحدي الله وصلي على النبي صلي على النبي. مفيش كده والله العظيم. ثلاثة هتعيشي عندنا معززة مكرمة. لو كل هنا هاكلك. انت قد ماما انا بحكي. ما مش كده يا ابو ماما. ايوه ماما ما تحسيش ابوكي. عادي وحيد الله وحيد الله. لا لا وحيد الله. خد الشنطه بتاعتك. انا عايزه جوزي. هنجيب هنجيب هاتوا دلوقتي. بس نه بس نه. طب هاتوا نه هاتوا. لا يا حاج عبد الله. لا يا حاج عبد الله ما ينفعش كده يا حاج عبد الله. يا حاج انت ليه كده؟